السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد وموضوع جديد وزيارة جديدة، بس زيارة غير شكل. اليوم زيارتنا مع أخونا أنس وأخونا بدر. والله أشرف يعني الأكابر. الله يسعدك طبعا يعني. على سطح غني عن التعريف يا أخوان، يعني بديش أنا أبو سوار إنه يعرف على السطح، يعني طلع في ورد يميني وورد يساري، يعني شو بدي أحلى من هيك أنا. طبعا اليوم يا إخوان تشرفنا بالزيارة عندكم أخوي بدر أخوي أنس، والله يعني الله إلنا الشرف بهالزيارة الجميلة يعني. بس بدنا اليوم يا اخوان منكم لايك للمقطع، بدنا تفجير للمقطع اليوم. والله لايك سبسكرايب زلمه مع الكيف وعلى الشوارع. يسعدك يسعدك اخوي بدر الغالي. المقطع ايش معلم؟ كون نايل اعجابك ان شاء الله. وبدنا يا اخوان اشتراكات، اشتراكات مقصرين على فكره. تعرف شو زلمه 73% من اللي بيحضروا الفيديوهات مش مشتركين عندي اليوم، يعني نسبه مش حكي هذا تفجير. بس احضر الفيديو، نستاهل منك اشتراك ولايك. بدناش بالله عليك اشتراك سبسكرايب. حطونا وسوار اخوان بيستاهل اشتراك. يسعدك يسعدك. ضبطونا الوضع. لايك لايك. بعد اليوم حلقتنا غير ها؟ اليوم يعني ابدا بدنا اليوم نفجر الموضوع. بس بدنا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. قبل ما نبلش باي شيء نكسب الصلاة على الحبيب دائما. يا ريت يا اخوان تحضر المقطع للاخر، يوم مقطعنا جميل جدا. خلينا هسه رح ناخذ جولة مع الشباب. وفي كش ابدا كل ايش ما بدك حرب اليوم، بدك نقوم نقوم كمان. يلا روح طالع معك، خليكم معنا اخوي انس. بدنا ناخذ جوله. سوار الله عمي نور. الله يسعدك. نشوف الحمام عن قريب. سوار هاي الخشه ليش مسكر زي هيك؟ هاي تبعت الكوم سوار. هاي الكوم هون، هاي تبعت الكوم هون العساكر. ها العساكر يعني. طبعا احنا السنه هاي تفجرنا يا ابو سوار، بس اللي ظلت هاي العساكر. احنا السنه الماضيه بعنا الحمام، كل سنه بنبيع تمام. ما شاء الله. يعني في الشفر اللورنس جديد، الزاجه هذا قديم طبعا، هذا مرسع الزاجه. هذا اللي معصور؟ لا مش المعصور هذا. هاي اللي فوق ايش معلم؟ زاجة برضو. قويز ذبان هذا بشخط ابوك شميري، في شميري ذبان محيي هذا بالسنة الماضية، ذبان هذا السنة هذا بلش ندزه، الشفر هذا السنة هاي، المزاور السنة هاي كمان، الباكستاني السنة الماضية، الكشميري السنة هاي. يعني بشكل عام البلاشكا والهوامر هذول كلهم مخاليف السنة. مخاليف السنة هاي كلها. ايوه هاي الزاجة المعصور طبعا، هذا كثير كثير ناس بيحبوه. هذا اللي صار عليه التحديات كلها. كل التحديات وين ما بدك عادي. ما شاء الله. ان شاء الله اليوم راح اروح معك زدت لنا اياه. الله يبارك لك الله يبارك لك. هاي هذول برضه مخاليف السنة، هذا واحد انقطع لي رجع لي ثاني يوم. الزرق هذول. هذا اللي شايفه اللي فتح. اللي على اليمين. اللي على اليمين انقطع لي يا رسوار. رجع لي ثاني يوم، ريحت ثلاث ايام. ما شاء الله الله يبارك. زاور اسود هذا الباكستاني. ما شاء الله، هون جنبه ايش حاطط هون؟ انا طبعا هذا اللي بقوم عليه. طبعا هاي الخشه طقطيق بشكل عام. ما شاء الله. يعني عربشات نوريات زيك شغلات ابو سوار. الله يبارك ما شاء الله. يعني في عندك اللومو بس البلجيكي هذا حطه مع الكوم، بخليه يدور الصبح مع الحمام هاي. تمام، عشان ايش؟ هاي يعني بشكل عام ابو سوار هاي بحط فيها حمام جديده، ان بحيث ان ايش اعزل منها. مثلا زي البلجيكي هذا لما يقوم مع الطقطيق ويدور ويرجع بحطه راس ثاني، بعد الراس ثاني بحطه وين؟ على الكوم. ما شاء الله. في ذبان زرزور هذاك لسه على الريشه اللي تحت بالزاويه. ايوه اللي تحت بالزاويه لسه على الريشه. هذا الهندي قوي. شو الكوم الاسود؟ الهندي الاسود ها؟ طلع الارباش عادي هسه. بس شايف الهندي هذا فيه له اخو اللي فوق، بس هذا من منطقة وهذا من منطقة، هذا سواد مثلك وهذا سواد فاهي. الاثنين طبعا اقوى من بعض. اللي تحت سواد ما شاء الله. الهندي الابيض بكون اخو اللي فوق يا ابو سوار. اخو اللي فوق الابيض اللي تحت. ايوه الاربشات بشكل عام جميع الاخوان. ما شاء الله الله يبارك. هات نشوف ننتقل الارباش طلع على السطح بسوق. لا عادي طبعا يا ابو سوار هاي الغرفة قبل ما احكي لك عنها وقبل ما اسولف لك عنها هاي انا وبدر وبلال غلبنا معها. هون. غلبنا معها وفي معنا واحد اللي غلب معها اكثر شيء الدكتور محمد الحوامده. نوجه له اجمل تحيه. نوجه له اجمل تحيه، طبعا غلبنا معها بحيث ايش؟ قوم ادعك اكرش وقع انصاد رجع قصه طرمه. طبعا هاي العروق يا ابو سوار. العروق هون. تمام. العروق بتغلب ما لهم بتغلب بتغلب. ما شاء الله. في عندك برونفلي جميع الوان جلف قراكته تركي. بشكل عام فيها مسويد ما مسويد، مسويد حمر وتنجنيات ما فيش. ما شاء الله الله يبارك. هون هاي يعني للصبابة كمان. هاي للصبابة بتطير. نعم مدعوك صح. وصعب اللي بيصيد منها والله. ما شاء الله. هذا القرنفل هاي يا اخو اللي هو العرجان. هذا والله يلا هذا اخوه. هذول الاثنين اخذناهن بحيث انه ايش ما بيطيرن. ما شاء الله. اخذتهم على اساس انه ما بيطيروا ما شاء الله. وطار ما شاء الله معنا وندعك. فتشات صاروا. الشفر هذا الشفر العبسي هذا الشفر. ما شاء الله.
هذا برضو صيد، هذا حطيت صيد نعم. ما شاء الله، الله يبارك لكم يا رب. طبعا انا متجازه يعني، في لسه نص هاي محبوس اصبر دقيقه. الخشش اللي هون، هاي الخشش اللي هون افتح الصابع، هاي الخش الراس الثاني هون، الراس الثاني هاي الراس الثاني، هذا اللي هو الراس الثاني، الثقلات الثقلات ما شاء الله يعني على كلها مخليه في السنة ما شاء الله، بس اغلبها ملحيات شايف؟ ملحيات يعني فيها نسبة كبيرة ما شاء الله. صرنا والله السنة هاي منها برضو. الله يبارك ما شاء الله، يعني يا ربنا يعوضك خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ما شاء الله ربنا يبارك لكم فيهم، لا ما شاء الله عليهم والله. انا اخونا ابو سواء، طبعا هاي الغرفة هاي اللي متجهز، منها عروق، منها طقطيق، منها خشنة مشكلة يعني مشكلة أي شيء متجهز. ايوه بيجي هون يعني شايف المسويد، جميع المسويد هذه الروح المعلوه. ما شاء الله فيها المكبي الملحي هذاك برضه مع المكياج هذا راح منه لما نكرشه، الشكل الأحمر مع العروق، موردات فيه ثلاث موردات، واحد اثنين ثلاث مع العروق ما شاء الله، بتنجان مع العروق، مزاور الذنب هذاك الأحمر هذا مع الأحمر اللي فوق بالزاوية. نعم المالتيز هذا جبته جديد، العبسي هذا برضه مع العروق، يعني بشكل عام تقدر تقول 90% من عروق، المكابي هذول مع المكابي. ما شاء الله الله يبارك، هذول بس لسه بس يجهزوه ان شاء الله، تفصل بتعزل كل واحد مع ايوه بالضبط مع اهله. تسكر والله بلا طبعا شيء. هاي الغرفه يا هاي ايش فيها هون؟ هسه انت شفت الراس الكوم اللي عندنا حلو قليل ليش؟ لانه تخزقنا السنه هاي. احنا الناس صريحين وايش بدنا؟ فيش بعد الدغري اخوان، احنا السنه اللي فاتت بعنا 62 حمامه من القويه وما تخزقنا فيهن، قعدنا فيهن سنتين يا شباب ما حدا قدر يصيد منها ريشه. السنه هاي غلطتنا يا بدر انه بعنا حمام القويه، لو خلينا منها 20 كان ما صار اللي صار معنا، كان ما صار كل المخاليف ولسه على الصميات نسل مخاليف السنه هاي، مخاليف السنه هاي مش السنه الماضيه، السنه هاي السنه هاي. فبالعكس فكلنا ايش بدر بدنا نجيب الشباب تعزيزات. تعزيزات من العقبة يا ان شاء الله، هاي من العقبة يا رسول، هاي من العقبة ما شاء الله. طلبنا الله ما شاء طلبنا فزعة العقبة والعقبة لبت والله ما شاء الله عليهم العقبة، طلبنا فزعة العقبة وقالوا لنا هي احلى 45 حبة. الله يبارك ما شاء الله، طبعا كلها انسى بسواره كله عليه قضية قضيتين هذا يعني ابدا يعني كلهم مسجلين خطر. بعدين اللي حلو فيهن بنات سنتين سنة ونص زي هيك، مش كبار، فيش اشي فيهن كبير، فيش اشي كبير، كله بشبابه بعزه، كله بشبابه بالعكس عشان يخدم. يعطيه غاد كمان ثلاثة باللي الناس بوجهك اياهم كمان بسواره. ما شاء الله تشوفوا خيرهم ان شاء الله اخوي انس اخوي بدر، يعني ان شاء الله تشوفوا خيرهم يا رب، يعني لا ما شاء الله عساكر درجة أولى، كل ما شاء الله اللي منمر اللي طلع بوجهك هذا. سبحان الله. ناس كليش معلم واقف لسه ما استنى دوره. ما شاء الله الله يبارك، كاد نسكر بلاش يطلعوا نقعد نعسكر وراهم هسه. اخوي انا شو قلت لي تفرجيني هون؟ اصل محير هذا جانا هديه والله. تمام على الريشه هذا، رغم انه مش كثير حلو بس طير كثير قوي. يعني صاحبه جريد وكرشه صح على الصماده، ان شاء الله بحطه راس ثاني، واذا حسيته زلمه زلمه بخليه بين الزواجر. بترقه. طبعا هذا الزاجل ابو سوار هو الزاجل الاحلى، اخذناه من جبل النصر من صاحبنا عبد الكريم حمدان. تمام. التحدي بينه وبينه وان شاء الله قومنا، بس الزاجل انت بتعرف. انك تقعد وا؟ الزاجل بالاخير راح يروح، بس احنا بنسوي اللي علينا. يعني سوي عليك، انت والله ما شاء الله عليك كفو، برتك بلجيكي عليك. هذا، هذا البلجيكي من قطعة عمان. ما شاء الله. قوي قوي عمان. غضب ان شاء الله راح يقعد، هذا السرعة والغضب هذا. الله غضب ما شاء الله. تيربو هذا، اللي تحت هذا مراسل ابيض، طبعا هذا تركيبته مراسل على هومر ابو سوار. في لعب ايوه تمام، هذا جبناه من المادبه. احنا بدنا ايش يا ابو سوار؟ من الاخر بدنا حمام خنازير. ابدا ابدا بدي حمام خنازير اللي نتركه، واللي يصيدها واللي يصيدها يتعب، يتعب هو لما يصيدها، يعني ما يصيدش بالساهل، ما يصيد بالساهل اذا صادها. اذا صادها اذا صاد اذا صادها، يعني ان شاء الله بنقدر نقول بدل 50 على الكوب ان شاء الله 40، من 40 ل 50 حبه على الكوب، 40 ل 50 والثقلات ان شاء الله 100، يعني 150 حبه ان شاء الله. الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. اخوي بدر طلع لي عروق اول شيء. يلا قول الله ارجع هيك. ما شاء الله الله يبارك لكم يا رب. يا عم العروق والله بتغلب ما لنا ما نحكي، بس غير شكل والله حبيبنا بالجوار. الله يبارك ما شاء الله. خليت اطلع
هات نصورها شوي على الرفصة. ما شاء الله، الله يبارك، ما شاء الله. يلا اطلع فيهم. لا هو شرقية بس مشوار. والفضل هذا خليه. طلع ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك لكم ما شاء الله. طلع ضربة الجنح يا اخوان والله جد، تقول قاعد بكش طقطيق مش عروق. بس الهوا شرقية الحمام ايش راح تظلها؟ راح تظلها تحت ابو سوار. ظلها تحت تسحب. تقلب تقلب لتحت. لانه شرقيه مش هيطير تحت. استنى وين في زاويه بنقدر نصورها؟ هي من هنا عادي، من برا بتقدر تصور. استنى شوي من هون تيجي. عادي طيب عشان نجيب لكم اياها من هون. جلف ليش متاخر فيها؟ طلع قبليها. ما شاء الله. الله بارك. نرجع ما كل واحد واقف خلاص. أيوة. عيد شوي. هذا الهبيلة أجل. في شيء فلت منها؟ في لهبلة دخل جديد الله يكرمه. بقول لك اذا ما كانت العروق هيك الله يعوض، الله يعوض عليك. الله ما شاء الله، الله يبارك. لسه في نصها كمان مش طالعه يا ابو سوار. لسه شفت هون المريحين. انا ابو سوار فيها تقريبا 20 اذا مش اكثر. اذا مش اكثر اللي بيجي اسمعها بحطه على الطقطيق، بس تلين بحطه مع العروق. بتلين بتطلع مع العروق. عين عليك. طلع ما شاء الله. هذا العبس كمان جديد يعني. هذا جديد فيها. لا من لي فيه جديد يعني. ما شاء الله الباقي ما شاء الله مسكين. خلاص خليها تحطها بدر. طلع العبسي. هوا شرقية أول مرة تطير بالهوا هذا. بسحبها لتحت لورا. بسحبها لتحت وغير هيك بكسر جنح الطير. هذول ثاني فلوقن. وين راحوا ما شاء الله؟ طيب. هاي شكلها أحمر شكلها أصفر أبو سوار. ما شاء الله. الهوا برميها لورا. لا ما شاء الله، الله يبارك. هو غربي تمشي. الله يبارك ما شاء الله. هسه اخوي انا بدك نحبس العروق. هسه بدنا نحبس العروق ابو سوار عشان نطلع الطقطيق. نطلع الطقطيق. طلع ما شاء الله. بس 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 يلا حابس ولا بس 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 يلا بس 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 والله مش يمشي علينا بدر على الرفصة. هذا المنفاخ. ازنخ واحد المنفاخ. المنفاخ على الرفصة. لا بيحبس بيحبس العبسة. صدقني لا يحبس. بس حبسته مرتين والله غاد. بس اعطيه وقته بس. اعطيه راحه والله. شكله بده وقته كثير. خلص بده وقت. بس رغم انه بيحبس معي. خلص هي حبسوه. هسه نطلع لكم الطقطيق. فقط ساعه الانتصار. قول والله العيون ابو سوار 30 حبه. يلا روح. الله يبارك. الله يبارك ما شاء الله. دي دي طالعوا 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 خليه يطلع. خليها تجمع. خليها تجمع. اعطيها واحدة بوجهها. خليها تجمع صح. بدر لا هو شرقي كمان. اسرع ضربة تلعب فوق مش هان لان يعني بيطير عكس الهواء الحمام. ايه
لا لسه في قسم ضل ورا. هاي شوف وين راحت. هاي وراك بس ثواني عشان تركب عشان ظل رايح. يلا ايوه روح. هاي ركبت خلاص. يلا طالع معك. طالع من بيت ابوها. عشان هيك الباكستاني قلب عليها. اسف ضلت تلحق وراها. قطعة عائلة صغيرة؟ ايوه اسف تاكلها اكل. الله ما شاء الله. خلاص لا ترمي ولا تسوي شيء بدر. ماشية؟ اه. خليها بس يحمد ديزل. خليها بس يحمد ديزل زي ما قال لك. هاي صارت فوق هذيك. استنى شوي يا قاس هسه بتقعد تقلب هسه. اه لسه بدها تاخذ وضع الجو. لسه تاخذ الوضع هسه بعدين ايش؟ والله الميدني جاي بالنص عندكم. اه وقامت ضيعت لنا حمام الميدن هاي. اصلا صايب الليل بيجي الطير بخبط فيها ولو شايف شيء. طلع ما شاء الله. هاي هاي ولا هاي ايش هاي؟ هاي اللي هسه بس يحمد ديزل معها. هي قاعدة بتقالب جواه راحت؟ طاحت خلاص. طاحت طيحي؟ طيحي طاحت. طاحت طيحي. الزومة صار جوا جوا عندها. بتجيبها بتجيبها على الزومة بسرعة. شو؟ والله بتيجي معك. بتيجي 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 بتيجي. هي جاي صارت ورا ورا البيت هذا. عدلت شكله لورا. تعب تعب صور منها. ارجع ورا. هي تعب راحت جوا. وين؟ نلقط قبل ما تروح. راحت والله. صارت بين العماير جوا. هي بين طرف. لا راح لا ما بجيبها. اسف وش تقلب من غاد اسمع تتبع بين الخزانات هسه بين خزانات البيض هناك ايوه جوا هيك جوا جوا هسه نشوف انا عارف بس بتيجي من بين الخزانات بعاد هيك ما طلعت جوا وين هسه في كوم غاد ابو شوار بس عشان الهواء الشرقي راح تضلها تقلب جوا تقلب جوا لتحت كلها بتجيبها كوم كلها انا لما يكون شرقي لما يكون غربي بترد فيه لهون هي 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 شفتها 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 والله الخزانات اسمع شفته بس على الكاميرا أيوة. يا دوبك طالع هي هي اسمع بالكاميرا يا دوبك والله مش طالع بجوز والله راح هي عشان هيك بعينك بتشوفها بالكاميرا بالعين بتشوف اه بالكاميرا بتشوف هذيك هي 13 21 سن فوق من غاد اي بقلب غاد اه هذيك من ماذا جايه بس كل حمام ماذا بتيجي لهنا ابو سوار فهمت عليك كيف اه على الهواء الشرقي احنا تيجي لهون ايوه عشان الهواء عكس اليوم خليها بس تيجي يا معلم لو الهواء مش شرقي ابو سوار كان الحمام مشت هيك اه بالعكس بالعكس ايه اسمع ممشاه هيك ببين معك اه بي هيك ممشاه إيه شو ما تمشي هيك حكيتكم عندنا بصور هيك هيك وبعدين ضل فايت على المسطح على الشمال لتحت تنزل تمشي من هيك وبتضل تعدل هيك تلقى آه. بشكفه بشكفه شكفه بشكفه وبترجع مقطعه بس هيك ممشاه خلص اه هي وين اي اي بس قاعد تبني غير يا دوبك لحقتها باخر لحظه انا قاعد بتدور على قطعه تركب فيها خلينا هسه نشوف بس ترجع ان شاء الله طبعا يا اخوان طلع احنا يعني قد ايش صلاه الناس قد ايش صلاه ساعه والله تقريبا والاكثر تقريبا ساعه الا طلع 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 هاي فوق فوق وأنا... الشمسيات تقدر تجيب فوق الشم هاي امشي هيك بسوار شوي طلع يا اخوان انا يعني اي 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 وين راحت هي ايوه قرب قرب ايوه ايوه والله جبتها يا ابو سوار طلع طلع طبعا تشوف الفكره يعني انا مش شايف يا اخوان انا واقف على السطح بس هيك اطلع هاي شكفه ثانيه برضو جت منها على الجبل من هون من هون طلع ما شاء الله هاي الشكفه الثانيه برضه مقطوع لنا منها يا بسوار هاي يعني في لنا منها اه شايف اليهودي الاحمر في شيء من طيورك معها اه يهودي دقيقه مزاور الاسود وكشميري ثلاثه عن لنا يعني لولا انس انه هو شايف الحمام وعارفها آه. ولا انا مش عارفها بهي هي اسمع هاي الخالطه ولا مش خالطه هسه ان شاء الله تركب معها بس طلع هي قاعده بتقرب جاي هسه بديش اشد عليها صح هي جاي ايش تخلط ايوه هي اجت اجت ما شاء الله هي جاي بوجهها هي جاي حبي دبي يا ابو سوار حبي دبي حبي دبي حبي دبي والله هاي ركبت القطعة الثانية ركبت هات شوف لا هسه بتلحقها بتلحقها لأنه هي فوق هي أصلا بتطير هاي هي رد كسرت لجوا هسه ظل ساحبة جوا هسه هيك بتقول وظل رايحة الهواء شرقي عشان ايش الحمام هيك تطبخ معك ايه ردت هسه بتطلع من هون
وغير هيك العسكري هذا مطاره. الكشيش ليش بحب العسكري يا ابو سوار؟ عشان هيك مطاره. برمح. طلع ما شاء الله. هاي بي اكله تاكله 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 اكله القطعه. خلطات. يلا هسه. ركبتها ها؟ ركبت والله. هسه حبدل هسه بتضل بضل ايش تمشور لانه كله ايش؟ حرام كوم. طلع ما شاء الله. والله اللي ما عنده عسكري على السطح ما بذوق طعم الكوم، طعم الحمام. ابدا. خلاص كده تمشي ابو سوار تبع عليها صح. روح. هاي بدون صفور ولا شيء، هسه تقع وضل ماشي دغري. ما شاء الله. زحفت. صارت وراه؟ اه هسه تيجي من هان. هات نشوف. هاي. ما شاء الله الله يبارك الله يسعدك ابو سوار خلينا نشوف ايش هسه بس شوي كمان وقت ترجع الحمام طوطه وتقرب بنكمل تصوير ونشوف شو يصير اليوم شو متوقع انس في صيد اليوم ان شاء الله والصيد ايش معلم للضيف حبيبي الله يسعدك ان شاء الله ان شاء الله ابو سوار كبر واجبك والله مبسوطين خير الله ما شاء الله بدون الحمام وبدون السطح بس برفقتكم ما شاء الله والله انك اخونا ابو سوار يسعدك يسعدك طلع ما شاء الله الله يبارك لكم يا رب بس اخر مره يصورها بسوار لانه هسه بتطلع لانه فيها شفر قاعد يرجعها بس لانه احنا رابطين اصلا على قطعه بينه وبينه شايف كيف وقعت هيك طلع طلع كيف ما شاء الله هي بين الدور صارت بين الدور نعم الله بين الدور زحفت جوا راحت الحلو بمناطقنا عشان زي جايه زي قطعه واحده يا ابو سوار بالجبل ولا واد فبتلاقيها بتمشي هيك بين الدور بين الدور ممشاها خلاص هسه بس ترجع بنكمل هيك حنضلنا نرجع صافنين لسه أيوة. استنى ترجع يلا الله بدر على التقلات يا الله خلي 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 هاي الحمام هاي التقلات طلعوا هاي ما شاء الله هاي لمت ها حمام الموعد لسه نشيطة ما شاء الله ويي هاي منعطفات خطيرة هاي الميدان هي منعطفات خطيرة. هسه الكون بضل يجمع لأنه شرقي بضل يجمع عنا. بجمع هون ها؟ بجمع هون. هي هي قلب لتحت. كلهم على البركة يا ابو سوار. كله على البركة سيدي. ما شاء الله الله يبارك. أنا وين اختفى؟ اسمع والله عيناك ابو سوار قال صوت المايك مبين عندك بالحمام وانت تلاخم بالحمام والله هذا شوف هذا العراقي عراقي هند ابيض صابوني خلي الحاره تصيب اطلق هاي تطلع ما شاء الله صابوني شو راح اسوي صابوني صابوني هذا الصابوني بزحلق دير بالك عراقي والله العراقي زلمه هذا انا بحبه انا لانه جدع ابوه جدع طلع ما شاء الله الله يبارك
هذا الزاج الاخوان شايفين لحلس اول واحد ايوه هذا أيوة. اخوان التحدي اللي عليه القن يا ابو سوار اللي طلعته من القن هذا اللي كان بالقن أيوة. هون يا عيني عليك هذا كان تحدي ايوه يقطع اذا حط اخوان عادي خليه يحط هذا هذا بالذات الهواء شرقي ما راح ايوه 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 جاي ايوه تعال الجدع ما شاء الله عليك جدع زاج خليها هسه بس تفتك قطوطه شوي طيب الحمام نزلت هسه شوي شوي بتصير تمسك برمه ايش انا ايش في ايش الحمام انا مش حافظ طبشيري واسود طير اسود شايفينه هاي الاثنين المطرفات هذول اذا طبله ترى ما بزبط هيك اطبل ولا تسال بس خلص خلص خليه تربط برمه مراس الاسود هذا مراسلي طبشيري مراسلي طبشيري ابدا هسه البر من الشارع نجيبها تعال 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 هان يلا هات نشوف طلع ما شاء الله الياس بس تيجي تحط نشوف هذول يحطوا فيها والله معنا مراسلي خذ مني ليكون هو مرتبعنا مش عارف بس هيو مراسلي ورا شايفه هسه بنشوف هسه بقول لك ايش بس يحطوا بدوب الثلج وبين المرج هاي زلمه هيو بالراس يا بدر كيف؟ لا 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 هسه بنشوف هو ولا؟ طلع شو طلع؟ بط 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 طبشيري انساك طبشيري طلع هاي زلمه حط 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 بس اذا قلب يا ابو خط يا بيسحب صح زاجل يا عمي والله زاجل استنى يا رودريج لا 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 هذا اسمع بتسلى معانا هاي الزاجل السبعه هيو هاي الزاجل هذا الزاجل ايش تاع التحدي تاع التحدي هيو من القن طلعناكم والله طلع جدع والله يا جدع والله ما شاء الله عليه هاي اخواني اللي صورناه اول شيء اللي كان مع الطيره هاي اللي كان هون بالحظير هذا حمام كامل 100% حمام لهديات واحد اثنين ثلاثه مزبوط الحمر طبعا هاي التفقدات دائما بعد اي حرب دائما هاي لا بد منها هاي اثنين ثلاثة أربعة مزبوطات يا عمي كلكم راعي وكلكم بس في معلم واحد مفقود بدر اليهود الأسود اليهود الأسود السلام يجي اليهود الأسود طبعا يا اخوان وصلنا لنهاية الحلقة خلاص هيك الأمور إن شاء الله تمام تمام كل مقطع حلقة جميلة جدا جدا والله أنا بالنسبة لي أنا استمتعت والله اليوم والله للأمان والله يا اخوان استمتعت والله الله يزيدك شرف يعني والله بيتكم عامر بالخير دائما والله ما شاء الله الشباب ما قصروا والله يعني الله يبارك لكم بالطيور وبهالمكان الحلو يعني ما شاء الله عليكم والله حبيبنا اخونا ابو سوار وصلنا اليوم الحمد لله يعني والله شفتك بالدنيا كلها يسعدكم والله 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 انا انبسطت انه شفتك ابو سوار يسعدكم يسعدكم طبعا يا اخوان جد اليوم كان معفرة وانبسطنا انبسطنا وانا الشباب كلها ما شاء الله يعني سيد المعلمين والله حبيبي ان شاء الله بنشوفكم يا اخوان في فيديو جديد باذن الله يعطيكم الف عافيه السلام عليكم.